السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: شخص يصلي ويصوم لكنه لا يزكي، فهل يكفر بهذا العمل؟ إذا كان يجحد الزكاة يقول ما هي واجبة فهو يكفر بالإجماع. أما إن كان منعها بخلا فإنها تؤخذ منه قهرا، وإن كان له شوكة وله قوة فلا بد من قتاله على الزكاة، مثل ما فعل الصديق رضي الله عنه بمانع الزكاة. إن كان له شوكة وله قوة ومنعه يقاتل حتى تؤخذ منه الزكاة، أما إن كان ليس له قوة تؤخذ منه قهرا ويؤدب ويعزر على ذلك. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.